بكره في ماتشين في الدوري، ماتش فيوتشر مع حرس الحدود، هتبقى المباراه في ملعب فيوتشر، ان الدور الاول لعبوا مع بعض في استاد الماكس، والمباراه الثانيه بيراميدز وامبي، برضو بيراميدز هيستضيف امبي في استاد الدفاع الجوي. وكان ماتشات هقول لكم برضو النتائج بتاعه الدور الاول وهنشوف الاهداف. خلينا نشوف حكام الماتشات بتاعه بكره كده، لقاءات الجوله 18 من بطوله الدوري، تكمله الجوله 18 مباراه فيوتشر وحرس الحدود، وائل فرحان حكم المباراه، اسامه عبد اللطيف ورمضان هنداوي مساعدين، محمد ابراهيم الدسوقي حكم رابع، محمد صباحي وهشام الدسوقي حكام فار. بالنسبه لمباراه بيراميدز وامبي، حكم المباراه عبد العزيز السيد ومعاه اتنين مساعدين، خالد حسين وعبد العزيز محسن، حكم رابع احمد حمدي، وحكام الفار محمد سلامه ومصطفى عطيه.